Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam salam, Sayyidina Muhammad. Mbaad ma shfna an-nihayat, ghadi ndir tertib nta dalla usiya, nshofu l-ishtiqaq nta dalla exponentielle. Nmshiu awwal wahda, qbel ma'rifa ay haja khasna nshofu ash dalla, mathalan qbel ma tatil l-ishtiqaq katarfha ash qabila l-ishtiqaq. Hna ash kanarfu l-dawal l-exponentielle, bsifa amma qabila l-ishtiqaq ala ash, ala majmou' at-ta'rif diyalha. لأن مجموعة التعريف نتاع التوالي إكسبونونسيال معرفة على أخ دونك إف قابلة للشقاق إف قابلة للشقاق على دي دو إف ديالها حنا كيف ما بغات تكون دي دو إف ديالها لأن حنا شفنا ديجا شفنا مجموعة التعريف هادي هي أخ باينة دونك غيبقى لينا أش غيبقى لنا واحد شناهو الإشتقاق كان ديما حنا ملي كنبغيو نديرو الشق كنقول ما ما يكون اكس ينتمي الى دي دو اف اف دو اكس هي اش هو اف بريم نتاع اكسبونونسيال بعد اكس زائد اكسبونونسيال اكس الاشتقاق واش الاشتقاق نتاع الجمع اش كنعرفو عليه هو الاشتقاق نتاع هذا زائد الاشتقاق نتاع هذا نطبقوه هو اكسبونونسيال 3 اكس بريم زائد اكسبونونسيال اكس تنطبقو بها التعريف نتاعو شوف ليكسبونونسيال بصفة عامة إلي إكس مكنديرش أنايا إكسبونونسيال إكس الإشتقاق ديالها راه هي إكسبونونسيال إكس ولكن لا أشناهو الإشتقاق نتاع إكسبونونسيال إلي إكس لا هو فوسط ليكسبونونسيال هو ماذا هو إي بريم فاش إكسبونونسيال إي دالة للوسط دونك هداك الشي لي لداخل نديرو ليه الإشتقاق لي هو تلاتة إكس بريم و اكسبونونسيال 3 اكس ما نقيسوهاش وكذلك حتى هي نطبقوها اكس بريم اكسبونونسيال اكس مزيان نشوف واش بيعطيونا شناهو الشقاق نتاع 3 اكس هو شحال هو اكس هو 3 حيت اشتقاق ا اكس وماذا هو ا دونك هي اكسبونونسيال 3 اكس زائد وشناهو الاشتقاق نتاع اكس هو اللي هي اكس اكسبونونسيال اكس وغتبقى لنا بحال هكا ولا تقدر تعمل بإكسبونونسيال إكس رفع هاديك أس 3 مثلا ديرها بحال هاك 3 إكسبونونسيال إكس على بويسونس 3 زائد إكسبونونسيال إكس وعمل بإكسبونونسيال إكس بعتك هي 3 إكسبونونسيال إكس على بويسونس 2 زائد شحال زائد 1 ولكن ماشي مشكل نخليها لنا هكا نمشيو للثانية هذه معرفة على يعني قابلة للاشتقاق ومعرفة على مجموعة التعريف حنا نمشيو نشوفو هي الاشتقاق ديالنا ديريكت هي إكس أس 2 حنا تنحاولو نكتبو هو الأولاني بريم شوف أشناهو الاشتقاق نتاع هادي دالة وهادي دالة حيت هادي دالة حجية من الدرجة الثانية وهادي دالة أسية دالة الأسية الإكسبونونسيال أشناهو الاشتقاق نتاع جي في إف جدا الجمع قلنا قبيله هو الاشتقاق نتاع هادي زائد هادي ولا الاشتقاق نتاع الجدا هو الاشتقاق نتاع هادي هادي زائد اش جي الاشتقاق نتاع الثاني شتيه نطبقوه الاشتقاق نتاع هادي في هادي زائد الاشتقاق ديال هادي في هادي ها هو نطبقوه هنايا بشويه يعني دونك هو اكس اس 2 بريم اكسبونونسيال ناقص اكس زائد اكس اس 2 في اكسبونونسيال ناقص اكس بريم اشنو هو الاشتقاق نتاع x à la puissance n هو n ديما ما كنجيش لكم اس جوج ولا اس n هي n x اس n شوف احنا في x بريم في هذا الشيء بريم الكل اس x الكل اس n موان زيرو صافي ولا نقولو الي x الكل اس n هي اش بريم هي اش هي n U لي إكس بريم U لي إكس إن موانز هاهي هذا الشقاق هذا داخل درنا ديال الإشتقاق دونك هذا هو العدد لي هنايا كنخرجو على برا وهنا كنقصو واحد نحاولو نطبقوها دونك هي جوج إكس بريم إكس أس إتنان موانز إكسبونونسيال ناقص إكس زائد إكس أس إتنان أشناهو الإشتقاق نتاع الإكسبونونسيال كي قلنا قبيلا قلنا هو أش هو الإشتقاق نتاع موانز ان بريم في اكسبونونسيال ناقص اكس واخا شناهو الاشتقاق نتاع اكس هو جوج هو اكس هو واحد اكسبونونسيال اكس ناقص واحد اللي هو اكس زائد اكس اس جوج
الشقاق نتاع اكس ربيع عطينا هو واحد ناقص اس بي خرج لينا هنا هو اللي كانوا نديرو هنا اكسبونسيال موان اكس بتعمل باكس عمل ما بغيتيش تخليها راه مزيان تاكل. نمشيو للمثال الثالث. المثال الثالث اش تيقول لينا؟ يقول لنا سيدي ثلاثة قابلة للشقاق لأنها دالة فيها دالة تآلفية وفيها إكسبونونسيال يعني قابلة للشقاق. أشنو هو الشقاق تاع دالة في دالة؟ أبحر لنا ها هو ها إف بريم هو الشقاق تاع هادي في هادي هو الشقاق تاع جوج إكس ناقص واحد إكسبونونسيال إكس ناقص واحد زائد إكسبونونسيال إكس ناقص واحد بريم في جوج إكس ناقص واحد. صدقت هذيك اللي بين جلال الشقاق وخرت الاخرى ماشي مشكل حيت الطبعه تبادلي. اشنو الشقاق نتاع هادي؟ هو الشقاق نتاع هادي ناقص لي الشقاق نتاع هادي. الشقاق نتاع جوج اكس هي جوج دونك هي جوج والشقاق نتاع ناقص واحد هي صفر اكسبونونسيال اكس ناقص واحد. واشنو الشقاق نتاع اكسبونونسيال؟ هو اكسبونونسيال نفسه ناقص الشقاق نتاع ناقص واحد هو صفر فاش جوج اكس ناقص واحد. بغيتي تنشر نشر ما بغيتيش تنشر هذا النشر حنا نشرو ماشي مشكل. ناقص جوج زائد جوج اكس اكسبونونسيال اكس ناقص اكسبونونسيال اكس. شوف هاد الاكسبونونسيال هادي مع هادي اش راه عطات لنا؟ غنديرو بعدا واحد جوج اكس اكسبونونسيال اكس زائد اكسبونونسيال اكس عند جوج ناقصتي منها وحدة غتبقى وحدة هاد عاد جوج دونك غادي يبقى لنا على هاد الشكل. غادي ندوزو اسيدي ندوزو الجزء الرابعة. الرابعة تقول ماذا؟ تقول لنا في هذا الاكسبونونسيال هو ما تخلاش تسمع الاكسبونونسيال فوسط الالين و تدخل سهل. اشنو هو الاشتقاق تاع الاكسبونونسيال؟ اي الاكسبونونسيال فوسط من هذا الالين. هذه هي باش تفكر ما تفكرش في هذيك الاكسبونونسيال الالين. فكر في الاشتقاق تاع او ل ان هو شوف هو الدالة بريم اكسبونونسيال الى ان دونك مات هذاك الشيء اللي فوسط الاكسبونونسيال كتهزو كتشالي على الشقاق وهادي كتخليها كيف ما هي. دونك هادي فيها جوج حالات فيها الاولى بريم اكس الين اكس بريم اكسبونونسيال اكس الين اكس صافي سهلة. وشنو هو الشقاق نتاع اف جي؟ شنو هو الشقاق نتاع اف جي؟ هو الشقاق اف جي زائد جي بريم في اف. الشقاق نتاع هادي في هادي حيت كاين الجدا حيت الين دال الين اكس دال او اكس دال. دونك لي الشقاق نتاع دالتين هو اش؟ هو اكس بريم الين اكس زائد اكس الين بريم اكس فاش اكس الين اكس. اشنو هو الشقاق اكس؟ هو واحد دونك غيبقى لنا هي الين اكس ناقص زائد زعما اشنو هو الشقاق الين اكس؟ نرجعو هو واحد على اكس. واشنو هو الاشتقاق نتاع الين اولي اكس وسط منو دالة تا هو كيف درنا كنا بحال هكا بحال درنا على الين؟ شنو هو الاشتقاق تاعو؟ معناتها هو اولي ان على اولي ان بريم. الاشتقاق تاع اولي ان اكس هو دونك هادي كديريكتومون بطاطينا هي واحد معناتها هادي مسحت كلشي تاني. هذه هي الين اكس حيت هذا هو واحد زائد اكس وهذه بطاطينا في واحد على اكس اكسبونونسيال اكس الين اكس. هذه اش بغيتينا؟ دونك هذه الين اكس زائد واحد اكسبونونسيال اكس الين اكس. نمشيو للخمسه. ما يخلقكمش لي شقاق، لي شقاق ساهل بزاف. تيبغي شويه لونطريمون تيقول لك لا بغيتي تمشي للسباق ضروري خاص تكون تريني شويه باش ما يخليوك انت الاخر. سير تريني شويه باش ما تبقاش انت من الاخر ديما كتشوف الناس خدامين وانت تقول هادو ما عرفتش يديروا وانت ديروا والو راه واحد شويه لونطري ما كيمشي ويتريني هو كيجيو. دونك حنا قبل ما نتري قبل ما نديروا الاشتقاق هادي خاصنا نعرفوا الاشتقاق نتاع الجذر وسط منو دال ماشي جذر اكس. جذر اكس شنو هو الاشتقاق نتاعو؟ هي واحد على جوج جذر اكس كلشي تيعرفها. ولكن ملي تيقول لي اشنو هو الاشتقاق نتاع جذر داله هو فين كاين المشكل؟ هو ديما انا كنحاول ندير الداله اش بصفه عامه
دونك هو اش هو جوج جذر اف دي اكس ياك. يعني هذا كنشدو تنديرو لتحت تندير مزال من لتحت تندير هذا وكنضربو في جوج حيت راه كتكون واحد جوج هنا كنخرجوها. دونك الا كان جذر ثلاثة ودرنا لها الشقاق غتخرج ليك ثلاثة جذر بحال هكايا داكشي اللي لداخل. رد البال ما غادي نحاول نديرو امثلة ما عليناش. وهنايا الفوق اش كدير؟ كدير الشقاق نتاع اف بريم الفوق. دونك نطبقو هادشي. دونك الجذر قال لنا دير اف بريم هي ماذا؟ هي جوج جذر اكسبونونسيال جوج اكس ناقص اكسبونونسيال اكس. والفوق قال لك دير لي الاكسبونونسيال داكشي اللي وصل اكسبونونسيال دير لي الاشتقاق. صافي ساليتي. هل تحتها هو ما عندي ما ندير به. واش تي ما عندك ما دير لتحت فوتو سير الفوق. اشنو الاشتقاق الفوق؟ اكسبونونسيال نتاع جوج اكس قلنا هو اش صافي عندنا هو الاشتقاق نتاع جوج اكس اكسبونونسيال جوج اكس اللي شنو هو الاشتقاق تاع جوج هو جوج اكسبونونسيال جوج اكس. دونك هادي هي جوج اكسبونونسيال جوج اكس ناقص شنو هو الاشتقاق نتاع اكسبونونسيال اكس هو اكسبونونسيال اكس اللي دونك بيعطينا هو اكسبونونسيال اكس. وصلنا بان تاع درتي الاشتقاق ديالكم بالصحة والراحة. نشوفو اخر مثال. اخر مثال فيه دار لا جداد حاولت ندير لكم كاع الاشكال اللي غادي تطيحوا فيهم. ثلاثة إكس جذر إكسبونونسيال إكس زائد واحد هادي هي تاني دالة في دالة. شوف أما كنفكرش بين ديال الشقاق دالة. شوف كيبان ليا جذر جذر دالة وهاد ثلاثة إكس دالة. دونك إلا بين ديال الشقاق هو تنجيل الشقاق تاع دالة في دالة. أشنو هو الشقاق تاع دالة في دالة؟ هو الشقاق تاع جي في إف زائد الشقاق إف في جي. شتيها تنجي وحدة الشقاق وحدة الأخرى نزيد عليها الشقاق تاع وحدة وحدة نخليها بالترتيب وصافي. دونك الى جينا درنا هذه الاشتقاق نديرو نفس الطريقه هي 3 اكس بريم جذر نخليو هذه في الثقه نديرو الداله ونمشيو للداله الاخرى نعاود نجيو نديرو الاكسبونونسيال الاخرى زائد 1 بريم ونخليو 3 اكس في الثقه. اشنو هو الاشتقاق نتاع ا اكس؟ عاود ثاني بصفه عامه هو اش وماذا وماذا هو ا. دونك الاشتقاق نتاع 3 اكس هو 3 كيطير اكس تبقى لنا ا بصفه عامه راه درنا دالة على بويسونس ان ما غاديش نعاودو نرجعها هي ان طاطاطا داكشي راه درتو في وسط الدرس في وسط هاد الاشتقاقات. المهم دونك هو تلاتة في جذر اكسبونونسيال اكس زائد واحد زائد اشنو هو الاشتقاق نتاع الجذر؟ قلنا تنديرو بحال ها تنديرو جوج حيت الجذر كنعرفو كاينه هنا جوج داكشي علاش تنجيو نديرو هاد جوج هنا. اما كتبانش الجذر ديما تيكتبو على الجذر حتى الجذر مربع جذر مربع كاين هنا مربع مربع هو الضعف الضعف هي اف ا مثلا هي ا اس 2. دونك هاد هذا هي واحد اس 2 هذيك تماك واحد اس 2 هنايا كتكون هي اللي كتهبط هنايا. دونك اكسبونونسيال اكس زائد واحد هاد داكشي اللي الفوق ديال ليه الاشتقاق شتيه ضربوه في 3 اكس 3 اكس هذيك ما دير ليها والو. دونك اش غيبقى لنا 3 اكسبونونسيال اكس زائد واحد زائد زيدي اكسبونونسيال الشقاق نتاعها هو اكسبونونسيال الشقاق نتاع واحد هو واحد نضرب هادشي كامل في اش في 3 اكس على اش على جوج جذر اكسبونونسيال اكس زائد واحد. نحاول نوحدو المقامنا نوحدو بجوج اكسبونونسيال اكس زائد شحال واحد. دونك الى ضربنا فيه غادي نضربو في واحد جوج ياك ها هي وغادي تخصني خد هادي هاهي هادي فهادي هي شحال هي جوج. دونك غادي تولي هي جوج جذر اكسبونونسيال اكس زائد واحد ياك. هادي شحال غتعطيني؟ غتعطيني هي تلات هي ستة جوج تلاتة هي ستة ستة اكسبونونسيال اكس زائد واحد وهنا غتعطيني زائد تلاتة اكسبونونسيال تلاتة اكس اكسبونونسيال اكس. حاول نصر بديت نصر نصر مبغيتيش نصر اكتبها هكاك حتى هي جوج نسبقو هاد تلاتة اكس تلاتة اكس اكسبونونسيال اكس زائد نشرو هادي ستة اكسبونونسيال اكس زائد ستة على جوج غاسين اكسبونونسيال اكس زائد واحد. ونكتفي بهذا القدر وإلى حصة قادمة إن شاء الله.